مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو للموسم الثاني. ضيف اليوم كاتب، بس كاتب باللغه الالمانيه، ما بيكتب بالعربي، ميزه خاصه فيه. كتب كتاب أرى رئيس النمسا وبعث له رسالة شكر. رحبوا معي بضيفنا الكاتب عمر خير الأنام. أهلا وسهلا فيك عمر في برنامج نور شو. شكرا كتير. عمر خير الأنام، من هو باختصار؟ باختصار اللاجئ، لأنه هلا هي الصفة الحالية اللي هي ملاحة كتير سوريين، وأنا ما عندي مشكلة معك أبدا يعني. فممكن دائما اختصر إنه أنا لاجئ، تختصر كتير شغلات. بس بعضهم بيستخدموا وافد جديد. وافد جديد. حتى للوافد الجديد بيستخدموا اللاجئ. ممكن أحكي لك بعد شوي عن ليش 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 أنا ذكرت إنه أنا لاجئ. أوكي. لأنه كان هاد الشيء كتير ساعدني. طيب. غير هيك عمر من مدينة دمشق أو ريف الشام، العمر 27 سنة وعايش تقريبا سري 4 سنين بالنمسا. أهلا وسهلا فيك يا عمر. عمر، شو أكتر شيء بتتذكره بطريقك لأوروبا؟ أكتر شيء بتذكره، هلا الطريق ما كان مباشرة من سوريا على أوروبا أو على النمسا، كان في محطتين اللي هن لبنان وتركيا. أكتر شيء بتذكره من الفترة اللي أنا عشتها بلبنان هي قصة أو موقف صار. الحياة بلبنان كانت بالنسبة لي كتير صعبة، عايشت كتير صعوبات، حتى بعتبرها أسوأ مرحلة من مراحل حياتي. كان في علي كتير ضغوطات يلي هي كان عم يتمارس ضدي عنصرية كتير بشعة. هاد شيء عايشته بالعمل، بس كمان بالشارع، هي النظرة الدونية. كنت هاي الفترة عايش عند عائلة صديق لإلي، ولأنه هن كانوا عالم كتير، فكنت أنا عايش على البلكون. البلكون كان مسكر بإزاز، له شبابيك وإزاز مسكر، بس كان هاي غرفتي أو هاي المحل تبعي أو هاي الوطن تبعي. فيك تقول كان تقريبا مترين مربع، وهني كان الكل ما ارجع الليل كان بعد نهار طويل، بعد صعوبات، فما كان حدا احكي، ما كان في عندي حدا احكي معه غير هدول الحيطان. مره شفت جاره او امراه كانت عم تنشر غسيل، كانت الدنيا ما سهله، ما شفتها منيح، انا ما شفتها مين هي، ما شفت تفاصيلها، بس حبيتها وكتبت لها قصيده. فهي كانت احلى مرحله. اول نظره، حتى مو من اول نظره بصراحه، لانه انا ما شفتها يعني. انا كتبت لها قصيده بس ما اعطيتها اياها، ما سلمت عليها وما حكيتها وما بعرف مين هي، بس كانت هي التجربه للحب، هي هروب من هذا الواقع المأساوي. يمكن هذا الشيء اكثر شيء بتذكره بلبنان. شو هي القصيده اللي كتبتها، بتتذكرها؟ ميقط غسيلك المبتسم يلوح لي ويقرع أجراس الصمت في كنائس الروح، ودمي المسفوك في وطني يسكن شرفة النزوح. أكثر ما أتذكر. هي موقع. هاي كان أول 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 مقطع فيه، أول البداية في بالقصيدة. غير هيك على الطريق بتذكر مواقف حلوة. مثلا موقف بصربيا، مرة كان لازم ننام بمسجد، فبالمسجد قابلت عالم يلي هن كانوا يساعدونا، يلي جابوا لنا أكل، يلي سألونا كيف أحوالكم، ناقصكم شيء. بنفس المسجد انسرق منا أغراضنا. فهي بالمسجد كان هي التناقض الغريب. غير هيك بتذكر بمقدونيا امراه كانت بتحكي لغه مقدونيه، يمكن ما كنا نقدر نحكي مع بعض، بس عزمتنا لعندها على البيت، كانت امراه بالخمسينات تقريبا. كان العطف عندها بشكل لا يوصف. عملتنا فطور، عملتنا شيء ساخن نشربه شاي، قدرنا نشحن الموبايلات عندها، وبعدين رحنا ما حكينا مع بعض ولا كلمة، لأنه إحنا ما كنا بنفهم لغة بعض، بس عايشنا مع بعض لحظات ما بتنسى أبدا، مع إنه ما حكينا ولا كلمة مع بعض إلا بالإشارات.
يمكن هذا الشيء اكثر شيء بتذكره من الطريق. في كثير ذكريات حتى ذكرتها بالكتاب، لانه في كابيتال بالكتاب او قسم بالكتاب هو بيحكي عن الرحله من سوريا للنمسا، وهذا اصغر قسم بالكتاب، لانه موضوع الكتاب هو مش قصه لجوء، لا هي قصه وصول لمجتمع معين لوطن معين رح نحكي عنه ان شاء الله. طيب عمر خير الانام، من محاسب لكاتب. هلا بالكتابه بكتب انا تقريبا من وقت ما كان عمري 16-17 سنه. بتذكر اول مره كتبت فيها كانت بحصه الانجليزي، كنت قبل بيوم رحت مع استاذ التاريخ، اخذني على قراءه معينه، كانت القراءه بمركز اساتذه الثقافه. هنيك شفت اول مره او عشت اول مره رجل عم يلقي قصيده. حبيت الفكره كثير. ثاني يوم كان عندي حصه انجليزي، كان هذا أسوأ شيء بالمدرسة، اللغات بشكل عام ما كنت أتعلم لغات أبدا، فرنسي إنجليزي كان عندي أسوأ حصة بالمدرسة، فكانت كتير في ملل، فجربت بدي أكتب قصيدة. بعد شوي بلاحظ أنه الأستاذ كان واقف جنبي وسألني شو عم تكتب، خفت وكنت بدي خبي الكتاب، أخذ مني الكتاب وقرأ وضحك بصوت عالي، يعني استهزأ فيني، قال لي أنه شو هلأ صرت شاعر. بهذيك الفترة كنت عم حاول اكتب تبرز شيء منه. كانت الكتابة، يعني انا بدي اكتب. هذا الشيء تغير بعد 2011. بال2011 عايشت احداث معينة اثرت فيني كثير، خلت الكتابة عندي ما هي انه انا بدي اكتب، لا صارت حاجة انا لازم اكتب. عجب، هذا الاستاذ لو كان هون في اوروبا كان عمل هيك وصار يستهزئ فيك او انه هلا صرت شاعر او كذا؟ ما بعرف صراحه، بس هلا الشيء انا كثير حاليا كثير عم كون بالمدارس، لانه بشتغل مع يوغنت، اللي مع شباب وصبايا من اعمار تقريبا 13-18 سنه. فبقول لهم كثير انه انا بحسدكم بصراحه، لانه بشوف كيف الأساتذة أو المسؤولين عن المكتبة بالمدرسة كيف عم ينظموا القراءات، كيف عم يحاولوا يشتغلوا مع الطلاب، كيف عم يدفعوا الطلاب ليكتبوا. فأنا والطلاب تلاقيهم أنه هن ما لهم مقدرين هذا الشيء وأنه ما بدهم يكتبوا كذا، فبقول لهم أنه عن جد أنا بحسدكم، لأنه أنا ما قدرت عيش هيك شيء للأسف. طيب عمر، ليش تكتب انت بس بالالماني ما بتكتب بالعربي حاليا انت في بصراحه يمكن هذا السبب، لانه ما لقيت الدعم. يعني انت كتابك كله مكتوب بالالماني؟ صح، انت اللي كتبته بالالماني. طبعا بمساعده، بعدها كان في مدقق اكيد، مدقق اللغه، بس انت كله اختيارك كاملا. كيف وصل للرئيس النمسا؟ قبل، بس لجاوبك ليش انا عم بكتب على سؤالك ليش عم بكتب بالالماني. بصراحه انا سالت عن حالي هذا السؤال كثير، كمان الجواب يلي لقيته يمكن لانه انا ما لقيت هذا الدعم وقت كتبت بالعربي. لما يلي خلاني اكتب بالالماني اول مره هو 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 الدافع، انه انا عايش هون وانا عندي قصه بدي اوصلها لحتى اوصلها تماما للعالم يلي هون، لازم اكتب لهم بلغتهم، لانه هذا هو الجمهور، هذه التسيل جروب او الجمهور المستهدف لإلي اللي راح يكون جمهوري. فلهيك كتبت بالالماني. بعد مع الوقت احيانا بحاول اقرا شيء صغير بالعربي بقراءاتي، بس الشيء يلي ما بخليني هلا اكتب بالعربي يمكن لانه انا ما لقيت هذا الدعم وقت كتبت بالعربي. الدعم اللي لقيته وقت انا كتبت بالالماني، الخيارات او قدرت اطور حالي انا لما كتبت بالالماني. اليوم لما انا هلا بقارن شيء اللي هلا انا عم بكتبه بالشيء اللي كتبته قبل بسنتين، اكيد في طور الاسلوب، طور طريقه الكتابه. هذا الشيء للاسف ما قدرت اعيشه وقت كتبت باللغه العربيه، يمكن لهذا السبب. حتى سالت اذا انا بترجم الكتاب للعربي او في هيك شيء، هيك مشروع. يمكن بتلاقي صعوبه. جاوبت بصراحه انه انا ما عندي مشكله ابدا، كثير بيسعدني هذا الشيء، بس انا ما راح ترجم بنفسي. يعني انا راح اخلي مترجم هو يترجمه للعربي، ما حترجم انا للعربي. ما بيختلف الشعور اذا مترجم ترجمه؟ لا بصراحه ما يمكن، يمكن يكون المترجم هو اكثر عنده القدره اكثر ليوصل هذا الشعور باللغه العربيه، انا ما حقدر يمكن. لانه حتى النصوص هلا انا كتبتها بالالماني والقيتها بالالماني، ما يلي لقيت كثير نجاح وصدى هون بالجمهور هون النمساوي، ما راح اقدر اقراها بالعربي لانه في حاجز معين. هي كتبتها بالالماني وبقدر اعيشها واحسها بس بالالماني.
ممتاز. طيب كيف وصل كتابك للرئيس النمساوي؟ الكتاب وصل انه انبعث بال 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 بالبريد. بعد فترة اجاني رد. حتى كتبت له انا وقتها كتبت له بريد مرة لرئيس النمسا انه اذا لقيله هو شيء مخجل انه بحكومته رئيس او وزير داخليه بصرح تصريحات معينه. ما رد علي هذا السؤال. وبعدين اجاني بريد منه انه هو قرا الكتاب. الكتاب اثر فيه كثير. لا اعطاني نقاط معينه اللي هو اثرت فيه. وقال لي انه الكتاب رح يكون مكتب التشريفات الرئيسيه. هذا الشيء اللي بيعني لي شيء معين. ممتاز. بيعني لي انه انا قبل 4 سنين اجيت لهون كان اسمي بس اللاجئ. اليوم الكاتب وعم يجيني بريد من رئيس النمسا وعم يقول لي شكرا. فكانت هي بالنسبه لي دفع معنوي كثير كبير بصراحه. حتى لما اكون احيانا بقرا بكون عندي كثير قراءات احيانا فبكون سياسيين بكون جمهور كثير مختلف. وبكون انا الشخص الوحيد اللي عم يحكي بالقاعه. فهذا الشيء بيعني لي طبعا كثير شيء عميق. طيب عمر رح ناخذ فاصل ونرجع ان شاء الله. اصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم اصدقائي من جديد. سيد عمر، هل تعتبر اللغة الألمانية لغة صعبة؟ بعتبر كل اللغات صعبة. يعني هذا السؤال مثلا سؤال كثير 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 بينطرح عليه. انه اللغة الألمانية صعبة، فأنا بقول كل لغة هي صعبة. تخيل انه عم تعلم فرنسي او الماني او حدا الماني عم يتعلم عربي، كل لغة هي صعبة. فأكيد صعبة، وخاصة مقارنة بالعربي. يعني انا عربي لما تكون لغتك مثلا انجليزي او خلينا نقول كرواتي وعم تتعلم الماني بكون عندك هذا الشيء اسهل بكثير لما تكون لغتك الام عربي وعم تتعلم الماني. بزماناته البروفيسور اللي علمني البيتس فاي عم بيقول لي انه الالماني اذا بده يتعلم عربي بيحتاج 3 سنوات ممارسه وقواعد وكذا. اما النمساوي اللي بده يتعلم العربي اللي يتعلم نمساوي او يتعلم الماني بيحتاج سنة واحدة فقط. مبالغة بصراحة. وهو فعلا هو بيحكي تقريبا شيء 8 لغات. طبعا بيقول لي انه ببساطة بس مجرد ما انت تعرف اللاتيني بصير يعني كثير بسيط عليك انك تتعلم لغة اجنبية. بس اذا ما كان عندك بالاساس خلفية عن لغة اجنبية صعب تتعلمها او ممكن تاخذ معك ممكن. هلا اكيد في فرق بين شخص مثلا ما درس انجليزي او فرنسي ما بيعرف الاحرف اللاتينيه، هذا رح يواجه صعوبه اكثر قولا واحدا، لانه حتى ما تعلم القواعد بالعربي. هل في كثير اشخاص تعرفت عليهم حاولت مثلا اشرح لهم قاعده بالالماني ما قدرت لانه هن ما بيعرفوا القاعده بالعربي. اما وقت يكون في شخص متعلم لغه اجنبيه انجليزي او فرنسي فبتكون اكيد اسهل تعلم لغه جديده. اما بعد سنة أكيد فيك تحكي، فيك تتواصل شوي، بس ما بقدر أوصف هذا الشيء إنه أنت عم تقدر تحكي ألماني بطلاقة وعم تقدر تلاقي حالك بهي اللغة. أكيد بدك سنتين ونص لحتى تقدر تقول إنه أنا متمكن باللغة. هلا أنت تمكنت باللغة، أكيد في طرق ساعدتك على هذا الشيء، شو هي كانت الطرق؟ الطرق اللي ساعدتني بصراحة أول شيء إنه أنا درست لحالي. الكورسات بالنسبه من تجربتي الشخصيه عملت كام كورسين بس ما كان فيها الفائده الكبيره اللي اقول انا انه بسبب الكورسات تعلمت الالماني. الاكثر اللي هو انا كنت اتعلم من خلال اليوتيوب. في كورسات عربي الماني فكنت ادرس تقريبا كل يوم 6 لـ7 ساعات، 5 أو 6 يوميا. او 7 ساعات يوميا. هاي الفتره خلص اهتميت. هاي كانت اول سنه لي بالنمسا وكنت عايش وقتها بكامب للاجئين. هنيك بصراحة كنا 9 رجال. كل حدا بعمر مختلف، كل حدا عنده عقل مختلف، كل حدا عنده ثقافة وخلفية مختلفة. فهذا الشيء ونحن قاعدين كلياتنا ببيت متكون من غرفتين، هذا الشيء أكيد بيخلق دائما صدامات وخلافات بين الأشخاص. تماما. لتجنب هذا الجو السلبي أنت عم تستنى، ما في شيء عم تستنى رح تجيك لجوء او لا. عم تجيك اخبار سيئه من بلدك من العيله. العيله بخطر، الاولاد بخطر، الزوجه بخطر، الى ما هنالك الى اخره. فلحتى اتجنب هذا الجو السلبي بصراحه بلشت فيق كثير بكير الصبح.
بالستة سبعة الصباح وبلشت أدرس خمس لست ساعات. بعد فترة لقيت أنه أنا هذا الشيء اللي عم أتعلمه بالنهار عم بنساه بالليل. لقيت طريقة تانية أنه أنا صرت دائما سجل صوتي بالموبايل بالوقت اللي أنا عم أتعلم فيه الكلمات. مثلا أتعلم كلمة يكتب شغايبا أولى ثلاث مرات مثلا وسجل صوتي. ودائما لما قبل ما أنام أو أكون مسافر على المدينه بالبسكليت كان الطريق تقريبا ساعه فبدل ما اسمع اغاني او شيء ثاني اسمع حط سماعات واسمع الكلمات اللي انا كنت عم بتعلمهم. هذا الشيء ساعدني كثير. الشيء الثالث اللي كثير ساعدني بصراحه اللي هو الكونتاكت مع العالم، التواصل مع النمساويين. كنت بهي اول سنه كنت فيها بالنمسا، فكنت اطلع على كراتس المدينه اللي انا فيها او المدينه اللي انا كنت فيها، وكنت دور على اشخاص احكي معهم بالالماني. بعدين صرت اشوف وين في ايفنتات او مناسبات اللي هي بتجمع نمساويين مع 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 لاجئين او سوريين، كنت روح لهنيك وحاول اتعرف على اشخاص. كانوا يحاولوا يحكوا معك ولا يبتعدوا عنك او كثير مختلف بصراحه. كثير من العالم اللي انا حكيتها على الشارع اللي ما كنت اعرفها كانوا كثير لطيفين. بعض الاشخاص صار ما حب هذا الشيء، بس كثير من الاشخاص كانوا كثير ايجابيين بصراحه. وانا قبل ما اعمل هذا الشيء فكرت انه حتى لو الشخص ما رضى يحكي معي ما راح تنهار الدنيا، ما راح اخسر شيء، ما هي انا غريب بالمدينه وما حدا حيعرفني. فهذا الشيء يمكن ساعدني انه اتغلب على هي الصعوبه او على خوفي. الشيء الثاني طبعا لما بلشت بالكتابه، لما بلشت انشغل بالكتابة بالألماني فصرت بدي اتعلم كلمات اكثر، فاعطاني دافع اكثر. في فقرة بكتابك اسمها هاري، صحيح سر نجاحك هو شعرك؟ هلا هي مبالغة فيها. سر نجاحي شعري لا، بس بالاكتصاح بالكتاب في كابيتال اسمه هاري، لانه الكتاب حتى بيتناول مواضيع جديه بطريقه ساخره. واللي قصدته بهذا الكابيتال هاري انه الصعوبات اللي بيواجهها اللاجئ يلي عنده وش عربي. في اشخاص كثير اللي هي بدها تندمج، بدها تتعلم لغه، بدها تشتغل بالمجتمع، بدها تبني شيء هون، بس هي عم تلاقي صعوبات بالشارع، عم تلاقي ردود سلبيه من العالم من النمساويين لانه هن شكلهم عربي مثلا، جلده اسمر، عنده دقن. عندي كانت طريقه مختلفه، انا كان عندي شعر مجعد. هون النمساويين كانوا لما يشوفوني يسالوني بالشارع اذا هن مسمح لهم اني يدقروا شعري او يلمسوا شعري. حتى لما كنت احكي مع اشخاص كانوا يفكروني كولومبي او اسباني، فكان عندهم اهتمام كثير، بدهم يحكوا معي. بعض الاشخاص لما كانوا يعرفوا انه انا من سوريا كانت ردة فعل تختلف شوي. فحتى ذكرت هذا الشيء بالنص كتبته بالالماني اسمه غيزيكو المخاطره. بقول له Das Risiko, dass ich hier oft erlebe, ist zu sagen, woher ich komme. Wenn jemand mir diese Frage stellt, nachdem die Person lächelnd zu mir kommt und mich fragt, darf ich deine Haare greifen? Woher kommst du? Aus dieser Frage lernte ich das Risiko, diese Frage zu beantworten kennen. Der Fragende verschwindet oft schnell und ich bleibe alleine mit diesen schönen Haaren. Schiele Asotto, no, halt schiele Maman. أشخاص بتوقفني هلأ بتسألني بالطريق إنه شعراتك حلوين، معلش قدرهم تيجي دائما بيجي هذا السؤال أنت منين؟ فبقول لهم من سوريا. بعض الأشخاص بيرجع هذا الشيء ما اختلف. والبعض بيستمر معك؟ البعض بيستمر طبعا، لأنه هن بشر بالنهاية، في منهم عنده مخاوف من الغربة، في بعض الأشخاص بيحبوا الغربة. طيب عمر، تشاركت بعدة أمسيات على تلفزيون نمساوي، كيف كان انطباعاتك بعد اللقاءات؟ بصراحة شو عملت السنة الماضية، حتى كان عندي كتير برنامج طويل، فكنت دائما عم سفر، دائما سفرت، كنت دائما مع الـ مع الـ مع الشنطاي تبع الكوفة وبالقطارات. الشيء اللي ردود فعلي اللي لقيتها كانت يعني بقدر أقول ل 98% كتير إيجابية. كتير عالم ما بعرفها بصراحة كانت مثلا تشوف
مقابلة على التلفزيون كنت عاملها أنا أو تكون بقراءة أنا كنت فيها وبعدين تدور على اسمي على بالإنترنت يا أما تلاقي إيميلي يا أما الفيس وتبعت لي مسج تتشكرني. فردود الأفعال كانت كتير 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 إيجابية. طبعا لقيت ردود فعل تانية بعضها كان عنصري كتير, بعضها كان بيدعو للعنف حتى, بس هدول هي الردود السلبية ما كانت بس حتى من نمساويين, كانت حتى من بعض الأشخاص السوريين للأسف بصراحة. طبعا كان في ردود فعل أول. هل هي غيري عجب؟ هلا بعض الأشخاص ما عجبهم إنه أنا مثلا ذكرت بكتابي إنه سبب هو تركي لسوريا إنه أنا كان بدي حرية. فبعض الأشخاص لقى إنه أنا لازم الواحد, جاني هيك مرة مسج إنه واحد لازم ياخد يشدني من شعري على سوريا وهنيك ويفرجيني هنيك شو معنى الحرية, مع إنه هدول الأشخاص عايشين بفيينا للأسف أو عايشين بالنمسا للأسف. فكانت ردود الأفعال الغالبية كتير 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 إيجابية بصراحة. وكتير كان عم يجيني هذا السؤال إنه إمتى رح يجي الكتاب الثاني؟ إمتى رح يجي الكتاب الثاني؟ إن شاء الله قريبا, حاليا عم أشتغل على كتاب كمان بالألماني بس اللي هو نصوص قصيرة. لقائك مع وزير الداخلية النمساوي كيف كان؟ احكي هيك شيء عام. بصراحة ما كنت بدي اتناقش معه. انا اجتني الدعوة للحلقة ورحت لهنيك, بس كان الهدف تبعي انه انا روح لهنيك وقول الشيء اللي بدي اقوله. فيني اقول هو عنده رأي معين اكيد ما بتفق معه, بس هذا الشيء ما بيمنع انه انا اكون متواجد بنفس الغرفة واحكي وجهة نظري كمان, لأن وجهة نظري ما بتمثلني بس أنا كشخص, بتمثل كمان شريحة معينة من الناس. فيني أقول ما بقدر قيم اللقاء, بس كان بالنسبة لي مهم إنه أكون موجود هناك لما أجدني الدعوة. بس أنا ما بتفق أبدا معه, لأنه حتى ذكرت بالكتاب بآخر كابيتال اللي هو اسمه إكسبيرتي سولكي أون سولكي, بذكر أن بنقد في وزير الداخلية لأنه هو قال ديمنشن سولين كونسنتريت كهالتين فيرتين بأحد تصريحاته. هذا الشيء أكيد ما له أي علاقة بالاندماج, لأنه إذا أنت كنت عم تشتغل على الاندماج, نقول الجملة بس بالعربي, لازم العالم يتم حصرهم بسجن أو بكامبات عسكرية. في إلى دلالة معينة هي للأسف بصراحة. للأسف. طيب تعتقد أنه النمساويين شعب عنصري؟ أكيد لا, لأنه ولا بالنسبة لهذا السؤال خليني أقول لك شيء بصراحة كتير لازم يكون صادقين كتير مع حالنا. ما في مجتمع عنصري بالكل, ما في مجتمع متسامح بالمجمل. لما أنا قارن حالات اللجوء اللي أنا عايشتها بالشام كانت مو مختلفة الحالة عن هلأ. يعني هلأ لما كنت بالشام أنا كان اسم النازح مثلا عالمي اللي نزحت من الجولان تمام. نزحت على الشام كان صيتهم مو حلو. ليش؟ لأنه هنين بس نازحين كانوا. لما كان حدا نازح بده يتجوز من عائلة من الشام تمام. كان الأهل يرفضوا. ليش؟ لأنه نازح تمام. فلحنا كمان كان عنا عنصرية بصراحة. لما بعد حرب العراق بال2003 إجوا كتير عراقيين على الشام تمام. بس كان تواجدهم بصراحة بمناطق معينة يلي هي مثلا جرمانة صحنايا ومناطق تانية ما كان مسموح لهم يسكنوا فيها. بنفس الوقت كان في كتير عالم عم تساعد العراقيين. يعني أنا من الأشخاص اللي عايشت مثلا حدا من أقربائي اللي كان يتبرع للعراقيين اللي كان يساعد العراقيين بده يتبرع لهم بالأغراض بالمصاري, بس إنه حدا عراقي يسكن بالحارة تبعه كان شيء غير قابل للنقاش. لا ليش؟ لأنه غربة. فما في حق على الخصوصية. فما في يعني نقول إنه ما عن حق النمساويين يخافوا أبداً. بس لازم لما معنو نحن نفس اللغة ونفس الكذا, يعني عم نحكي تماماً. على سوريا كنا نحن نفس اللغة نفس التراث مختلف هون, فما هو حق يخاف معناها تماماً. أو يأخذ حذر. لازم مثل ما عم نقول لازم نتصالح مع نفسنا ونكون واقعيين. ما لازم دغري. أنا إذا أنا تعرضت لموقف كمان عنصرية. تعرضت لموقف عنصرية كتير, بس ما فيني أقول إنه النمساويين كلهم عنصريين. بعد هذا الشخص يلي وجه لي الإساءة هو عنصري, أما المجتمع كله ما فيني أقول. وحتى لو في المجتمع في عنده خوف
أنا لازم أفهم هذا الخوف لحتى أتعامل معه. وهذا شيء اللي أنا عم بعمله. أول شيء بدي أفهم ليش هن خايفين، بعدين بقدر عالج هذا الخوف. فيني لم فيني فيني وصل لهم الفكرة، فينا نوصل لمنطقة نتحاور فيها. أما أنا إذا بس بدي أرجع وأقول عنهم عنصريين، فهذا أكيد شيء ما له عادل. أكيد كمان ما له عادل إذا بقول كلياتهم كل الشعب هو منفتح وما له عنصري. هاي غلط وهي غلط، بس ما هاي الأحكام اللي بتطلع بسرعة إنه عنصريين ما لازم تكون بصراحة. شو طموحاتك في المستقبل القريب؟ إنه بالكتابة ضل متواصل، يكون مشاريع، يكون في مشاريع جديدة. غير هيك مثل ما قلت أنا عم اشتغل كتير مع يوغنت لكي مع شباب صغيرة بين 13 و18 سنة، فهاد بصراحة هدف كتير كبير بالنسبة لي. الشغل مع هاي الشريحة من الشباب، لأنه أول شيء ممتع، الثاني شيء يمكن لازم 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 يكون الشغل مع الشباب أكثر بكثير، ولازم التركيز على الشباب يكون أكثر بكثير، لأنه هن اللي راح يكونوا المستقبل. نرجع شوي للكتاب، كيف استقبلوا أصدقائك من العرب والنمساويين كتابك؟ شلون استقبلوا؟ شلون شفت ردة الفعل؟ هلا بصراحة الكتاب طلع بالشهر الثالث السنة الماضية 2018 بمارس. بالشهر الرابع كان على قائمة الأفضل كتب مبيعا بالنمسا. أفضل تفاتن بلاتس تا بيست سيلر انت كاتيجوري ساخ بيها. فكانت بالنسبة لي كتير فرحة لما فت على متجر بيع الكتب وكان شفت كتابي بالقائمة بالمركز الثاني لقائمة الأكثر كتب مبيعا بالنمسا. حقق نجاح بصراحة، لأنه كمان كان في الوقت اللي أنا كتبت فيه الكتاب ساعد كتير، لأنه موضوع هلأ شغل الشارع كتير. تماماً. أنا عم بتداول هذا الموضوع، الموضوع الانتكراتسيون، موضوع الاندماج، بس بطريقة مختلفة. أنا ما عم خانق حدا، أنا عم حاول ركز على النقاط، احكي أكتر، احكي عن تجربتي أكتر لحتى يتفهموا النمساويين أكتر شو يعني تلجأ، شو يعني تجي عن مجتمع غريب. صار كان في كتير كمان مقالات بالجرائد، تقريبا بكل الجرائد النمساوية، بالتلفزيون، بالورقف، بالراديو. وصار معي مقابلة كمان بالراديو أينز السنة الماضية، طلعت بالشهر السادس وأخذت بعدين هلأ هاي السنة كأفضل بس إذاعي أو فقرة إذاعية لسنة 2018، فرجعت انعادت هلأ الأسبوع الماضي. ممتاز. يلي هي اسمها Ich bin der, den jeder Politiker kennt. اسمها هيك الحلقة، وهي هاي مأخوذة من هذا العنوان. الحلقة مأخوذ من نص أنا كتبته، أول نص كتبته بالألماني. وهي الجملة بتعني إنه أنا الشخص اللي بيعرفوني كل السياسيين. أوكي. وهي في نوع من تماماً، لأنه الحديث السياسي أو الخطاب السياسي حالياً هو عم يكون بس عن اللاجئين. تمام. فكان تقريبا كان في 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 نجاح، ولهيك كان في عندي كتير قراءات. الحمد لله. شكرا. عمر، كلمتك الأخيرة. كلمتي الأخيرة لازم تكون بالألماني أو بالعربي؟ إذا بالألماني وبترجم ليها بالعربي. بصراحة بدي أوجهها للنمساويين. اللي حوجهها للنمساويين ولا حتى للعرب أو الأشخاص اللي بيفهموا اللغة العربية. Ich kann sehr gut verstehen, wenn ihr Angst vor uns oder vor mir habt. Das kann ich total verstehen. Und das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, in einem Kapitel. Das heißt, nein, es ist nicht selbstverständlich, weil mir es nicht selbstverständlich ist, dass ich da sein darf. Und das schätze ich sehr. Und ich verstehe, wenn ihr Angst habt. Ich glaube nur, dass wir sollen uns mehr kennenlernen sozusagen, Schritte aufeinander machen sozusagen. Und ich werde nie eine Person als rassistisch bezeichnen oder nennen, wenn die Person nur Angst vor mir hat. Weil eigentlich die Person hat nicht Angst vor mir, sondern hat Angst vor den Fremden. Und diese Angst kann ich verstehen. Aber wir sollen diese
angst nicht fordern sozusagen. الشيء اللي حكيته انه احنا لازم انا بتفهم اذا كانوا النمساويين عندهم خوف من الـ من الـ من الغربة او من اللاجئين وما راح اكون ما راح اقدر اوصفهم كاشخاص كناس عنصريين بس بتخيل انه احنا لازم نعطي فرصة لبعضنا احنا اثنين انه نقدم من بعض اكثر نتعرف على بعض اكثر لانه هذا الشيء بيلغي كثير سوء فهم او احكام مسبقه موجوده عن الطرفين لانه مثل ما النمساويين عندهم احكام مسبقه عن السوريين عن العرب كمان احنا السوريين او العرب عندنا احكام مسبقه عن أكيد. النمساويين أكيد. لازم نتعرف على بعض او نعطي فرصه لحالنا انه نتعرف على بعض اكثر وما ننجرف لهذا الثقب الاسود اللي هو نقول نحن وانتم لانه مين نحن ومين انتم بالنهايه احنا كلنا فيرزنت علي منشان كنا شكرا كثير لك عمر تشرفت فيك ومعرفتك ولقائك لطيف جدا وانا كثير مسرور بس وقتنا خلص للاسف رح نودعك ونشوفك ان شاء الله في اعلى المراتب وبس تكتب الكتاب الثاني اكيد ان شاء الله رح تكون ضيفي عشان نرجع نحكي عنه اكيد بتشرف شكرا كثير للدعوه الكريم شكرا يا عمر وهيك اصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا بتشكر عمر خير الأنام على ما قدم وما حكى إن شاء الله بشوفكم في حلقات قادمة وأنا مني السلام عليكم Oh!